وآخر يسأل فيقول: لقد تكلمتم عن أحكام الأعياد المبتدعة، فما رأيكم في من يحدث في وقتنا الحاضر من اليوم الوطني والاحتفال به والتهنئة له؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. وهذا اليوم الوطني هو من التشبه في أعداء الله، أيام الوطنية هو من التشبه، وقد وقع عن الحسدية والاجتهاد، ولكنه فيما يظهر لنا لا يشرع وليس مما ينبغي، بل هو فيه تشبه لأعداء الله. وإن لم تقصد العبادة، أما لو قصد العبادة تكون بدعة، لكن لم تقصد العبادة وإنما قصد من ذلك التهاني ويهار ما أنشأ في الدولة وبذل في الدولة، فهذا يكون معتبرا من جنس الأيام الأخرى التي يحدثها اليهود والنصارى وأشباههم للذكرى أو لأسباب أخرى، فلا ينبغي التشبه بهم لا في هذا ولا في غيره. نعم.